السلام عليكم. طبعا اكيد في كثير من الشباب لما بتخرج من ثانوي بعد 12 سنه من ما يدخل يدرس بيوصل لحاجه اسمها خريج ثالث ثانوي، او بالاصح تخرجت من ثالث ثانوي، وكل الطلاب سواء ذكور او اناث بيوصلوا لمرحله الحيره اذا ما اخذوش نظام تعليمي جيد قبل الثانويه، يعني بحيث انه نظام تعليمي يعلمك انه ايش، يقول لك انت بايش موهوب وايش اهتماماتك وتسعى لحياتك فيه، وبالذات في العالم العربي. احنا نعرف في العالم الاجنبي بيتخصص الطالب في الشيء الذي يحبه وعاده في الثانويه مش في الجامعة، لكن عندنا احنا اصلا ماشيين ريوس. فكرة الفيديو اليوم ايش يفعل الطالب بعد ثالث ثانوي، وكيف يختار تخصص كويس، كيف تختار تخصص بتكمل عليه باقي عمره، يعني مستوعب؟ تختار التخصص مثل اختيار الزوجة بالضبط، اذا اخترته زي الناس بتعيش سعيد، اذا جست تورط بتتورط ويمكن ايش، يا تفسخ يا تطلق، يعني تسحب على التخصص الجامعة قصدي، يعني ما تكملش تخصصك بدك في سنة ثالثة سنة رابعة، بالذات لو كنت معكم اولاد، قصدي مواد. ده الفيديو. طبعا بعد ما تخرج من ثالث ثانوي ما تحتاج شي احد يرشدك، صدقني انك تقدر تجلس مع نفسك وتفهم انت نفسك، افهم غرائزك، سير نفسك، احنا نقولها بالصنعاني، يعني تقعد مع نفسك بهدوء تام وتشوف انت بايش بتميل، ايش هي غرائزك، ايش هي ميولاتك، الشيء اللي بتحب انك تقضي most of your time فيه، فهذا الشيء بيخليك تتايقن انه مع الوقت ان انا والله انا عندي شيء جميل فيه. مثلا على شخص بيحب صناعه المحتوى، بيحب التمثيل، بيحب التصوير، بيقضي وقت كثير، لكن المشكله تشوفه راح درس هندسه، ما بيقضيش وقته في الهندسه مثلا ما بيقضي فوق التصوير، فواضح الرجال بيضيع وقته على الفاضي في الجامعة، واضحة. بعض الناس يقول لك لا هذه هواية، احنا كان في زمان، كان زمان ايام ما كان هذه هواية وشغلك روح اشتغله، لانه يقول لك ما حد يشتغل مصور مالك يقبل، صح؟ لانه ما تاكلش عيش، لازم تكون شغال. هذا الايام مع الزمن التطور وقال 21 وبنروح ل 2021 اصبحت هواياتك مصدر رزقك، انت الشيء اللي بتحب تقضي ساعات عليه تخصص فيه، تعلم فيه، كن محترف فيه، لانك اصلا ما بتكونش ممل وبتطور، انت ممكن بتضيف عليه، كن يمكن تضيف عليه اشياء تكون خاصه فيك لانك بتحب. هنا المعيار، مش تروح تدرس لي طب وانت لو شفت دم يغمى عليك. لا دي مرة يعني اوفر اكيد يعني، بس فهمتوا الفكرة. في بعض الدول بعد ما يتخرجوا طلاب من الثانوية بياخذوا ايش؟ لما يخرجوا في تجنيد اجباري، وفي بعض الدول ما بيجندوش اجباري، بس احنا عندنا في الواقع اليمن لما بتخرج من الثانوية بيكون عندك سنة وبتروح تدرس انجليزية كذا، صح؟ شيء جميل انك تتعلم لغات، هذا شيء جميل اذا كان عندك نية حقيقية انك تغترب، والانجليزي هذه لازم تتعلمها انت يعني anyways، ان اصبحت لغة العصر، لان الزمن هذا نحتاج انت الانجليزي لانها لغة تواصل، لغة تواصل هذا الكوكب مع بعض البعض. لكن لما تقعد مع نفسك وتراقب غرائزك وهواياتك مش تمكنها تخازن وفنططة، بتشوف انت ايش اللي بتميل له، روح تخصص فيه، صدقني بترجح وتكون عبقري وبتكون ملياردير كمان. دائما احنا بنشوف في كل تخصص في كل دراسه، مثلا في الجراحه تلقى جراح غني وجراح يعني متوسط الحال، جراح فقير، تلقى مثلا مهندس غني ومهندس وسط، انت عارفين ليش؟ بسبب اختيار التخصص. المهندس الغني هذا راح لانه يحب الهندسه، فكرس وقته، ما كانش يحس انه ممل لما كان يذاكر ويفهم الهندسه، بالعكس كان ينغمس اكثر واكثر في المذاكره، بالنسبه له كانت مساله حياه وموت يعشقها. اما المتوسط هذا هو ذكي بس ما مش مهتم شوية، يعني كان بيضيع وقته في حاجة ثانية، فتشوف ان الوضع سابر معه، يعني الذي فقير. الانسان الغبي هذا شخص يكره هندسة لكن مع الأسف بيقراها، يعني مع ذلك ما بيروحش يشتغل، ما بيدخلش فلوس، مش طايق اللي هو اصلا فيه، يعني فاهم لك، كذب على نفسه. يمكن هذا نفس الشخص لو راح درس علوم سياسية كان بيكون سياسي ذكي جدا وكان بيكون ملياردير، لكنه ضيع نفسه في أشياء زي هذه لأنه بيمشي مع الفلو، بيتبع فلان وفلانة، بيتبع أصحابه، ليش فلان راح يدرس هذا التخصص أنا بروح؟ لا مش شرط. في الموضوع يا شباب بعض الناس يقول لك لا أنا ما بحققش فلوس لو رحت أدرس طب، لا هندسة فيها فلوس أصلا، لا بكون موديل، لا بكون، مش شرط. انا طبعا لما بتخرج من ثالث ثانوي بتجلس سنه كامله مش معك شغل ولا مشغله، صح؟ بس عندنا مثلا في اليمن بتروح تدرس سنه انجليزي، طبيعي هذا جدا، اي واحد خرج من ثالث ثانوي يروح يدرس سنه انجليزي، بيحاول يذاكر بعض المواد عشان يدخل ايش، يختبر للقبول في اي جامعه او انه يسعى لمنحه او شيء من هذا القبيل. اختيار التخصص موضوع مش سهل، اما سوف تدرك خطورته عندما تكون في سنه ثالثه او قبل ما تخرج من تخصصك وتشوف نفسيتك وصراعك مع تخصصك. في طلاب كثير في الحقوق وفي طلاب اكثر ما في الفلوس بسبب الاختيار الخاطئ للتخصص، شاف اصحابه كلهم راحوا هندسه راح لي هندسه. طب ايش الحل؟ الحل انك تجلس مع نفسك فتره من الزمن، بعد ما تخرج من ثالث ثانوي اقعد مع نفسك 3 شهور 4 شهور 5 شهور، سهل نفسك، احنا نقول عندنا باليمني يعني اقعد مع نفسك، اكتشف نفسك، شوف انت في ايش بتميل، ايش غرائزك العلميه، ايش الحاجات اللي بتحب انك تقضي وقت اكثر وقت تفعلها واستثمرها في حياتك، تكون هي شغلك على اساس انك تكسب منها، لانه الشيء اللي بتحبه ما بتمل منه، بتشتغل وقت اكثر، بيكون الزمن نسبي، كلام كبير اينشتاين قال يعني.
لكن الشيء اللي ما بتحبش بتتلكك منه مع الزمن وما بتشتغلش فترة طويلة لأنك بتشوف الحياة. أعتقد أن رسالتي وصلت واضحة يا شباب، هذا لكل واحد ينتبه لنفسه ودراسته يا شباب، خاطركم. طبعا في نهايه الفيديو يا شباب لا تنسوا تدعموا القناه بلايك وشير سبسكرايب، يعني قدكم دايلي. اهم حاجه يا شباب لا تنسوا تدعمونا في القناه. كان معكم عبد السلام الهادي من قناه عبد السلام الهادي، طبعا انا مسميها باسمي. واذا عندكم استفسارات ثانيه حطوها تحت، وان شاء الله الاسبوع الجاي بنجيب لكم فيديو يعني خلاص خاطركم.